نشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. مع دخول ذروة الاستهلاك، خارطة العطش لشهر جوان ترصد 305 تبليغا بانقطاع الماء أكثرها بقفصة وصفاقس. غدا أعلن نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي والتقنية نوفيام بالإرساليات القصيرة. وفي تصعيد جديد، قوة الاحتلال الصهيوني تتوغل بشكل مفاجئ في مناطق في جنوب غربي غزة بعد إصدار أوامر بالنزوح إليها. في رصده لخارطة العطش بتونس خلال شهر جوان الماضي، سجل المرصد التونسي للمياه 305 تبليغا و262 انقطاعا غير معلن واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية. أحلم الجسمي. الماء حق لكل مواطن، ولكن يتلاشى هذا الحق إزاء عديد المشاكل والصعوبات المتكررة والمستمرة في عديد المناطق، وفق ما يسجله دوريا المرصد التونسي للمياه من خلال خارطة العطش الشهرية. عن المرصد وفاء عثمان. شهر جمعة مجموع تبليغات وصلت 305، أكثر حاجة كانت عند صفاقس وقفصة، كيف كيف حتى نشوفوا ولاية ساحل، مهدية، سوسة، كلها لا تستثنيهم الانقطاعات هجومة. أزمة هذه هي أزمة تاريخية وأزمة جغرافية وتفاقمت الوضعية من خلال التغيرات المناخية اللي نعيشوا فيها تويكا، كيف هذا صعيد ياسر السخانة، كيف كيف مشاكل برشا والطلب بالنسبة للموارد الموجودة برشا. وإزاء كل هذه الصعوبات، يطالب المرصد التونسي للمياه بحلول هيكلية عبر سياسات مائية تضمن استدامة التزود بالماء. الحلول اللي نشوفوها نحن كمرصد تونسي للمياه إنه تونس كدولة لازمها تخلي عن سياسة الحلول الظرفية والترقيعية لمعالجة الوضع المائي، عمل على رسم سياسة عمومية جديدة في إطار حوار تشاركي، بتطالبوا بالإسراع فتح حوار جدي باش نعاودوا مجلة المياه نجددوها، حتى لهذه اللحظة ما عندناش عليها حتى فكرة. إعادة نظر زادة في خريطة المنتج الفلاحي، إعطاء الأولوية للإنتاج المتأقلم مع التحولات المناخية اللي نعيشوا فيها. نطالبوا زادة وضع خطة عمل وبرامج متابعة ومساندة للفلاحين الصغار، خاصة باش نخليهم قادرين على التكيف هذايا اللي غير المسبوق مع التحولات المناخية. نستعمل المياه الري، كيف كيف زادة تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال الماء، حسن من البنية التحتية، تجديد القنوات، النقص من الفويت نتاع الماء، تخلينا معناها استدامة التزود. وضع سلسلة عمومية تحفيزية لتجميع مياه الأمطار بالمناطق العمرانية، وأهم حاجة زادة في الوضعية هذه أنه التوعية والتحسيس. ومع دخول موسم ذروة استهلاك الماء وتزايد ارتفاع درجات الحرارة، يبقى التزود بالماء الصالح للشرب في كل الجهات دون أي انقطاع أهم المطالب في انتظار الحلول الهيكلية لقطاع المياه في تونس. أكدت الكاتبة العامة للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال سهام السهيلي وجود تراخي في رقمنة الإدارة في تونس، ما أدى إلى تخلفها عن ركب الدول المتقدمة وفق تعبيرها. وخلال استضافتها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، شددت السهيلي على ضرورة العمل جديا على تغيير عقلية المواطن حتى يصبح قادرا على مواكبة التغيرات ويتقبل الرقمنة. في فترة معينة خدمنا على مستوى الرقمنة، كانت هناك اجتماعات كبيرة وتقدمنا، لكن فما ظروف خلت تونس بالنسبة للبلدان المتقدمة هناك نوعا ما من تخلف. عدة أسباب، هو تعدينا ساعة بظرف نعرفوه الكلنا، في فترة معينة ما فماش استقرار على مستوى الدولة، برشا تغييرات ومسؤولين ربما ما همش واعيين الوعي الكامل، هذا يخلي الأمور باش توخر. ومن ناحية أخرى فما العقلية اللي ما هي قابلة 100% الرقمنة، هذه تعودوا بالأوراق باش تواكب الرقمنة وباش تطبقها في المؤسسات الإدارية، راهو هذا يتطلب جهد جذري، يعني زمنا العقلية متاع المواطن التونسي نخليوها تتقبل أنه ما عناش حل باش نتقدم ونوصلوا اقتصاديا إلى العالمية لأن نحطوا الرقمنة في مخاخنا، بالتحسيس بالتكوين مستمر.
فتح اليوم باب الاعتراض على قائمة ناخبين الموضوعة على ذمة العموم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات وبالموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتواصل إلى يوم غد. ومع وضع أنموذج التزكية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000، دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الراغبين في تجميع التزكيات الشعبية أو النيابية إلى تكوين ملف الترشح والاتصال مباشرة بالمقر المركزي للهيئة أو بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بجميع الولايات أو بمكاتب هيئة الانتخابات بمختلف المعتمديات أو بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، مع ضرورة اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الحصول على نتائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة للمترشحين لدورة المتفوقين في البكالوريا للدراسة بالأقسام التحضيرية للدراسات الهندسية بفرنسا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى والجامعات الألمانية والفرنسية، على أن تعلن النتائج ابتداء من منتصف نهار يوم غد. ويمكن للراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق هذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. يتحصل المترشحون لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2024 على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة بداية من يوم غد ثلاثاء. كما ينطلق غدا التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا دورة المراقبة عبر نفس الخدمة، وفق ما يوضحه مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر عافية. بالنسبة للمترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني الدور 2024، يمكن للمترشحين الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة بداية من يوم 9 جويلية 2024. بالنسبة لامتحان البكالوريا كذلك دورة المراقبة، يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في دورة المراقبة عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 بداية من الساعة 10 صباحا، وذلك بالتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم الترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. يتواصل البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية لسنة 24 و2000 ليمتد على كامل الصائفة، مستهدفا نحو 167,000 شاب وشابة من مختلف جهات الجمهورية. المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى: عندنا حوالي 336 دورة نشاط اللي استفيد 167,000 شاب في عديد البرامج والأنشطة اللي كان فيها تجديد، كان فيها تنويع، فيها جوانب تدريبية، فيها جوانب ترفيهية، فيها أنشطة مغامرة واستكشاف، فيها أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، أنشطة توعوية وتطوعية. كذلك استغلينا الأنشطة الصيفية لمزيد تحسيس الشباب بأهمية المشاركة في الشارع العام. نشاطنا الصيفي يمتد على كامل الصيف في كل مراكز السياسة التابعة للوزارة، وكذلك في أغلب الشواطئ الجمهورية في أنشطة فيها ثلاثة أنواع: ثم أنشطة بالإقامة هي كمصايف ومخيمات تدريبية، ثم أنشطة يومية ناخذ فيها الشباب والأطفال من المناطق الداخلية والمناطق الحدودية للبحر والقيام بأنشطة يومية ثم العودة، وكذلك ثم أنشطة تنشيطية وبرامج ترفيه على الشواطئ موجهة لعموم المصطفين. وعن جديد هذه الدورة من البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية، يضيف المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى: الجديد هو في تنويع البرامج. استحدثنا هذه السنة 16 برنامجا تنشيطيا جديدا. من بين البرامج الجديدة سنة مثلا خدمنا على جزيرة قرخنا وسمينا المخيمات مخيمات الدرينا كامب، لأن الدرينا هي آلية صيد في قرقنا. العديد من شباب الوطن ما يعرفهاش. البرنامج برنامج وطني باش يعيشوه مجموعات من كل الولايات ويعيشوا مغامرة السيد بدرينا والشرافي وما في ذلك من خصوصية. برنامج كذلك كبير آخر اسمه نفذوه بالتعاون مع اليونيسيف اللي هو لابشيفت. هذا برنامج تدريبي لبعث المؤسسات باش يتم على مرحلتين: مرحلة في الصيف يستفاد منها 600 شاب، ومرحلة في الشتاء إن شاء الله في عقد ديسمبر 600 شاب آخرين، باش تمكننا في كل دورة باش يكون حوالي 10 مشاريع في العموم 28 فكرة مشروع. اليونيسيف ستكفل بتمويل الفائزين 3 مشاريع في الصيف و3 مشاريع كذلك في الشتاء، وبرنامج تدريبي. وتم الدورة التدريبية للمنشطين لتكوينهم في آليات مرافقة الشباب في بعض المؤسسات.
نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في الأراضي الفلسطينية وفي تطورات اليوم 76 من العدوان الصهيوني على غزة، توغلت قوة الاحتلال فجر اليوم بشكل مفاجئ في مناطق واسعة جنوب غربية مدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف نفذته الطائرات الحربية والآليات المدفعية. واستهدف الاحتلال خلال توغله المباني السكنية والبنى التحتية لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر، ما خلف شهداء وجرحى وحركة نزوح كبيرة خاصة في منطقة تل الهوى وحيي الرمال والصناعة. وتأتي العملية العسكرية البرية بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال أوامر بإخلاء أحياء الشجاعية والتفاح ودرج شرق المدينة والنزوح إلى المناطق الغربية التي هاجمها فجرا. كما قصفت آلية الاحتلال اليوم منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، واستهدفت عدة مناطق وسط وغرب مدينة رفح في القطاع الجنوبي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 38,193 شهيدا و 87,903 مصابين. في الأثناء أكدت المقاومة الفلسطينية اليوم خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال واستهداف آلياتها المتوغلة في محاور التقدم في جنوب غربي مدينة غزة وفي رفح، فيما أقر جيش الاحتلال بإصابة 23 عسكريا خلال الساعات 24 الأخيرة. سياسيا، أبدى مسؤولون الصهاينة خشيتهم أن يعرقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صفقة تبادل محتملة مع حركة حماس لتجنيب حكومته الانهيار، في حين ينتظر إجراء محادثات جديدة في القاهرة والدوحة بهذا الشأن. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في حركة حماس أن الحركة تنتظر ردا من سلطات الاحتلال على اقتراحها لوقف إطلاق النار، وذلك بعد 5 أيام من قبولها جزءا رئيسيا من خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الحرب الصهيونية. قدم رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال صباح اليوم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي طلب منه البقاء في منصبه في الوقت الراهن لضمان استقرار البلاد على ما أعلن القصر الرئاسي. وكان تحالف اليسار الجبهة الشعبية الجديدة تصدر نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا متقدما على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون معا، فيما اكتفى اليمين المتطرف الذي صدر الجولة الأولى بالمركز الثالث. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مع دخول ذروة الاستهلاك، خريطة العطش لشهر جوان ترصد 305 تبليغا بانقطاع الماء أكثرها بقفصة وصفاقس. غدا إعلان نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي والتقنية نوفيام بالإرساليات القصيرة. وفي تصعيد جديد، قوات الاحتلال تتوغل بشكل مفاجئ في مناطق في جنوب غربي مدينة غزة بعد إصدار أوامر بالنزوح إليها. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء. وثمانين سنة ونحن معاكم إذاعة الجمهورية التونسية، تسمعونا ونسمعكم، نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر. معنا احنا بدأت الحكاية ومحلاها حكاية، محلاها محبة، محلاها عشرة. تسمعوا على موجات إذاعة الإذاعات بنة المالوف وطبوعة التونسية. النوب.